ليبيا بقى بيعملوا حاجه لطيفه قوي انا عجبتني بصراحه، بيدلعوا الخروف، بيكحلوا عينه بالكحل الاسود، بيدلعوا الخروف، بيماكيجوه، بيعطروا له. لا مش رموش، احنا ما قلناش رموش. امال ايه بيكحلوا؟ الكحل الاسود او الكحل العربي. اهو بص معانا صوره اهو على الشاشه، بيدلعوا الخروف، وده الكحاله او اللي هو المكحله السوداء، بيكحلوا عين الخروف بالكحل العربي الاسود، وبعد كده يولعوا بخور ويقعدوا يهللوا ويكبروا. وانا بالنسبه لي بصراحه حلوة، عاده لطيفه جدا ودمها خفيف. يعني عارف اللي هو ايه، انا برضو بدلع الخروف قبل ما اذبحه. يعني باهله نفسيا، ويعني حاجه برضو انسانيه شويه. يعني الخروف لما يكون احمر وازرق واصفر كده هنا كحلوا له. بصوا الكمال والحلاوه يا ناس، ده يتذبح والله يا حرام. لا بس شكله حلو برضو، بحط الحاجات دي على عينيه صح؟ ايوه الكحل، الكحل ده طيب. سنه برضو. لا يعني برضو من الحاجات الجميله جدا دي، المفروض في ليبيا.